تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله في احتفال جرى في قصر الصخير هذا اليوم أوراق اعتماد 3 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. وكان السفراء الجدد قد وصلوا إلى قصر الصخير كل على حدة، حيث كان في استقبالهم رئيس المراسم الملكية، وجرت لهم المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. فقد وصل إلى قصر الصخير سعادة السيد عبد الحميد أحمد خوجة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وقد تسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد السفير الجزائري مشيدا حفظه الله ورعاه بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الشقيقة وما تشهده من تطور مستمر على كافة المستويات، متمنيا جلالته للسفير الجزائري دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية. وقد نقل السفير إلى جلالة الملك المفدى تحياتي وتقدير الرئيس الجزائري وأخلص تمنياته لجلالته بوافر الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار. ثم وصل إلى قصر الصخير سعادة السيد أردي هيرماوان سفير جمهورية إندونيسيا. وقد تسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد السفير الإندونيسي وتبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، وأشاد حفظه الله بالعلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية إندونيسيا وما تشهده من تطور مستمر على كافة المستويات. وقد أشاد السفير الإندونيسي بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بلده مع مملكة البحرين على مختلف الصعد. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السيد ستيفن كريك بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد السفير الأمريكي وتبادل جلالته حفظه الله الكلمات الترحيبية مع سعادة السفير، وأشاد جلالته بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين، متمنيا رعاه الله للسفير الأمريكي دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية. وقد نقل السفير إلى جلالة الملك المفدى تحياتي وتقدير الرئيس الأمريكي وأخلص تمنياته لجلالته بوافر الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى وسمو النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ومعالي وزير الديوان الملكي وسعادة وزير الخارجية وسعادة رئيس المراسم الملكية.